اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه فادي عضلات. بصوا يا جماعه، انا عايز اتكلم في موضوع مهم قوي. طبعا انتوا شفتوا في برنامج ام بي سي ذا فويس كيدز، كان في خالد الفايد اللي هو دوت اللي لابس جلابيه ده، هو من الصعيد يعني وكده، وكان في مرحله الصوت وبس كان غنى اغنيه جميله جدا اسمها سهره الليل، وكان الصوت بتاعه رائع جدا، حتى الجمهور كله اتبسط منه. تامر ونانسي وكاظم الساهر هم الثلاثه لفوا له، وبصراحه صوته رائع فعلا يعني. اللي اختاره في النهايه هو تامر. لكن نيجي بقى لمرحله المواجهه، كانت بين ثلاثه، اللي ماسك المايك دوت اللي هو اسمه جاد عز الدين، وكان معاهم دوت اسمه محمد الخشاب، وكان معاهم التالت هو خالد الفايد. لكن في النهايه اللي فاز جاد عز الدين. الناس زعلت من تامر حسني وقال له انت ليه طلعت خالد وده صوته رائع والكلام ده وكده، وقعدوا بقى ينتقدوه ان هو يعني ظلم وكده والكلام. لكن في الحقيقه انا عندي تعليق على الموضوع. خالد صوته كان حلو جدا بس في الاول كانت الاغنيه هو اللي مختارها ومختار اغنيه تناسبه فغناها حلو كويس جدا. لكن في مرحلة المواجهة اللي بيحصل ان تامر بيبقى عايز يعرف مين اللي هيغني كويس في الاغنية اللي تتطلب منه، قام حدد لهم اغنية غريبة الناس اللي هي بتاعت وائل جسار. انا لما سمعت التلاتة وهم بيغنوها، احسن واحد جاد عز الدين، كان بيغنيها حلو قوي وباحساس وصوته جميل جدا. خالد فايد كان صوته قوي وكل حاجة، بس غلط كذا غلطة في كذا كلمة نساها وهو بيغني وفضل ساكت فترة، في نفس الوقت تحس ان هو ما كانش بيغني الاغنية بقوة زي ما غنى الاغنية اللي هو كان مختارها في البدايه. فانا في رايي تامر حسني ما يعتبرش ظلمه، في دروس مستفاده من الموضوع ده. احنا هنطلع من الموضوع ده يا جماعه بدرسين مستفيدين. ان اول حاجه العبره بالنهايه، مش مهم انت بدايتك ايه، انت ممكن تكون بدايتك كويس بس في الاخر ما وصلتش للمطلوب، مش مهم بدايتك ايه. في ناس كتير يا جماعه يوتيوبرز بدايتهم كانت ناجحه جدا بس في الاخر كسلوا وما كملوش شغل على قنواتهم. قنوات كتير كده، انا كنت شايف قناه على اليوتيوب كانت قناه حلوه كده بتاعت مقارنات بين مكان حلاقه وحقانه اجنبيه يعني وكده، وكانت ناجحه جدا، بس بعد كده فين فيديوهات؟ مفيش فيديوهات. طب انت قناتك كانت ناجحه وكانت الافات المشاهدات وكان في فيديوهات بتعدي ال 500,000 مشاهده، طب انت فين بعد كده؟ سبت القناه ليه؟ فالعبره بالنهايه يا جماعه. انت ممكن تكون بادئ بدايه سيئه جدا على اليوتيوب. انا ناس كتير بتنتقدني وتقول لي فيديوهاتك وحشه، يا جدعان العبره بالنهايه، هقولها مليون مره، العبره بالنهايه مش بالبدايه. مفيش حد بيتحاسب على بدايته، انت بتحاسب على نهايتك. هنفترض ان في عندنا مصنع معلبات يا جماعه، طلب من شركه ان هي تعمل جهاز يعلب المعلبات دي، يعني مثلا ايه، يبقى في علبه المربى كده، برطمان المربى، يبقى في جهاز بقى يكبس الغطاء على الايه، البرطمان. قام في مهندس شاطر قوي عمل مكنه احترافيه جدا ما فيش حد عملها في الدنيا، شكلها رائع، تصميمها رائع جدا، خامات قويه جدا ما تتهلكش بسهوله، واوبشناتها اكتر من اي مكنه تانية. وجم في الاخر يجربوا المكنه، اتضح ان هي بدل ما بتكبس الغطاء بالظبط، الغطاء بيبقى متشفت سنتي وبالتالي ما بيتكبس على البرطمان. هل في الاخر المصنع هيقول للمهندس ده انت كفاءه و100 100 وعملت شغل كويس، احنا هنحاسبك على الشغل دوت جهودك ومش مهم النقطه دي؟ هو في الاخر المحصله ان هو اللي عمله ده كله صفر في المية، كانه ما عملش اي حاجه، لان المصنع مش هيشتري المكنه. انا بدايتي ضعيفه في اليوتيوب، مش مهم، المهم هي النهاية ايه مش البداية ايه. ده الدرس الاولاني. الدرس التاني هو لما انت تجبر على حاجة هتعرف تأديها صح ولا لا؟ حاجة مش باختيارك هتعرف تأديها صح ولا لا؟ طبعا مش هينفع اشغل لكم الاغاني وكده، ان الاغاني دي طويلة. انا هحط لكم لينك الاغنية الاصلية الاولانية اللي غناها خالد الفايد اللي هي سيرة الليل، وهحط لكم تحتها لينك الفيديو اللي فيه التلاتة بيغنوا مع بعض مرحلة المواجهة، وانتوا نفسكم هتقولوا فعلا لا تامر صح، تامر مش غلطان. في نهاية الفيديو بفكركم تاني، العبرة بالنهاية. توماس إديسون كان شريد الذهن في المدرسة، وأساتذته وصفوه بإنه فاسد، ما ينفعش للتعليم، حرفيا كده ما ينفعش للتعليم. الراجل ده إيه دلوقتي؟ صاحب اختراع المصباح الكهربائي. إنها قصة مدن لم تعد في الظلام بفضل رجل أضاء العالم، إنه توماس ألفا إديسون. الغريب في الأمر أن هذا العبقري لم يكمل تعليمه، ووصفه مدرسوه بأنه فاشل وغبي، فطرد من المدرسة وهو طفل. لكن أمه أضاءت في قلبه شعلة الأمل في لحظات اليأس والإحباط، أرادته أن يتعلم كيف النور يولد من رحم الظلام. كان إديسون يواجه هذا الفشل والإخفاقات المتكررة في حياته بمنتهى الإيجابية والتفاؤل، لأنه كان يؤمن بأن قطرة المطر حين يتكرر سقوطها تحفر الصخر. أكثر من 999 تجربة غير ناجحة لم تسبب لإديسون اليأس أو الإحباط، لأن هناك دوماً في الحياة ما يبعث الأمل.
لم يتوقف إيديسون بعد اختراع المصباح الكهربائي، فقد كانت له اختراعات كثيرة أخرى كما ساهم في أواخر حياته في تكنولوجيا صناعة السيارات. لم تكن نجاحاته وليدة الصدفة، بل كانت ثمرة العمل الدؤوب والمستمر. وأظن ده أكبر مثال يثبت كلامي، ما أعتقدش أنه ممكن نقول حاجة تاني بعد الكلام دوت. شكرا جدا ليكم، وإلى لقاء آخر في فيديو جديد.